بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنتكلم على السيلد كلاس. سيلد كلاس نوع تاني من الكلاسز. لما اكون انا عايز ان عارفين في الانهيرتنس بنورث ونورث ونورث سب كلاسز كتير. سيلد كلاس لما اكون عايز اوقف العمليه دي، عايز اقول هنا اخرنا ثلاثه اخرنا اربعه، بعد كده مفيش ايه وراسه تتحرك تاني. السيلد كلاس ليه سب كلاسز محدده، اللوكيشن بتاعه دايما بيبقى السيلد كلاس بيبقى في نفس الكوتلين فايل. ما بنعملش مش بينهرت السيلد كلاس في كلاس خارجي، لا في نفس الكلاس. بالنسبه لفكره الكونستراكتور، السيلد كلاس لازم يكون يعني ما عندوش اي حاجه غير لازم يكون عنده كونستراكتور وبرايفت. البرايفت دي الديفولت بتاعته. ابستراكت هو دايما ابستراكت، كل ما بينفعش تعمل منه اوبجكت ولا بنعرف نشتغل على الميثودز بتاعته، كله والبروبرتيز بكله هي ما ينفعش تعمل منها اوبجكت مباشر. دي فكره السيلد كلاس. السيلد كلاس لما كنا عايزين نوقف الكلاس كده خلاص، تعال نشوف كده نعمل مثال. عملنا اكزامبل كده السيلد كلاس وندي له مثلا اسم وليكن A. نفهم بس الفكرة الاول بعد كده نبدا نشتغل عليها في مثال. ناخد المين فانكشن ماشي وخلاص. انا بس كده لو جيت عملت سيلد كلاس A وعايز اعمل منه اوبجكت، هل هينفع اعمل منه اوبجكت؟ اللي هي اخر حاجه احنا قلناها. لو جيت قلت كلاس ايه فار ايه بتساوي ايه، قال لي غلط وقال لي السيلد تايب ايه ما نقدرش نعمل انيشيت منه الاوبجكت ولا اي حاجه من الحاجات دي. فدي اول ملحوظه ناخد بالنا منها. طيب يبقى ما نقدرش نعمل منه انيشيت ولا نقدر نعمل منه اوبجكت، يعني هي مع نفس المعنى. طيب تعالى نعمل حاجه ثانيه، تعالى نشتغل على الكلاس اللي اسمه ايه ده، نخليه كده كلاس رئيسي ونعمل جواه كود مثلا ان في كلاس نستد كلاس اسمه بي مثلا، وهو نستد وبينهرت من الاي، ما عندناش مشكله. انا بس عايز اوريك كل الاحتمالات والسكوبس والكلام ده كله. طب انا جوه كلاس اسمه بي هانهرت كمان كلاس اي، يعني هعمل نست كلاس ثاني اسف اسمه اي وبينهرت برضو من الاي، برضو دي ما فيهاش مشكله، برضو دي ما فيهاش ايه مشكله. كلاس داخلي 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 ما عندناش مشكله خالص، كله في نفس الفايل. طيب لو جيت بقى بره كلاس اللي اسمه اي ده خالص، الكلاس اسف اللي اسمه بي انا لسه جوه الاي، ومتعامل كلاس اسمه سي وبيورث من الاي، ما ده عادي، ما ده زي بي اللي فوق. طيب لو عملت انيشلايزيشن دي طبعا بلوك تبع الاي، ها الاي كلاس، لان التعريف ده لوحده ودي لوحده، حطه فوق عشان بس ما حدش يتوهم ان ده تبع حاجه ثانيه. تعال نقول ان الكلاس اللي اسمه ايه هيطبع بس رساله بس عشان نعرف ان الكلاس قام. يعني طبعا تلاحظوا ان مفيش هو الكونستراكتور برايفت، وانا بس عملت انيشيت كلاس ده البرايمري كونستراكتور يعني، وطبعا كلمه سيلد كلاس ايه. طيب كده اهو كل عرفت بي وعرفت اي وعرفت سي، كل دي كلاسز من الاي ما عندناش مشكله. طيب لو جيت بعد الكلاس اللي اسمه ايه اللي هو السيلد كلاس ده، ومتعامل كلاس اسمه دي وبيورث من الاي، هل دي فيها مشكله؟ خلاص تلاحظوا مفيش اي مشكله لان في نفس الفايل. طب عرفت جوه الدي كلاس اتش وبيورث من الايه، هنا السكوب اتغير خالص، هنا السكوب ما بقاش شايف اصلا الايه، ما بقاش شايف الايه غير التاني اللي نستد كان بيبقى شايف الاصل، لكن هنا طبعا ايه هنا السكوب بتاعنا ما بقاش متشاف بس مش اكتر من كده يعني، فخد بالك من دي. هكومنت بس الكود عشان يفضل موجود عشان نبقى فاكرين دي. بس كده حبيت نتكلم على السكوب بتاعه الايه السيلد كلاس، لان الكلاس طبعا ايه في السكوب مختلف زي ما احنا قلنا. تمام دي كده كانت ايه فكره بس السكوب بتاعت الكلاس السيلد، وان احنا ما بنقدرش نعرف منه اوبجكت. تعال نشوف بقى استخدام ليه ان شاء الله في فيديو اخر.